عودي معكم للمتابعة بتاني حلقة لاباتشي. كمان نحن وياكم رح نحكي عن مواضيع جديدة لهالشركة العريقة يلي بالفعل مفتخر لبنان أنا بتمثله بكتير من الدول بالعالم. وباتشي طبعا شوكولا طيب زينة الحلوة لكل المناسبات، وترفقكم وين ما كان وين ما كنت. ضيفتي اليوم بالستوديو سيدة أولغا الهندي، مسؤولية العلاقات العامة بباتشي داون تاون ولا كل باتشي؟ حيا الله بدك اياه. اهلا وسهلا. المهم انا مبسوطه بباتشي. اهلا وسهلا مدام اولغا. بالفعل نحن بنعرف باتشي يعني اسمه بيسبق شو بيعمل، بنعرف العراقه وبنعرف الذوق وبنعرف قد في فنانين داخل باتشي اللي بيقدموا الافضل مش بس للعرايس، للولادات، للعرايس، للمناسبات السعيده، لكل المناسبات. اذا ما نحكي عن المناسبات اللي بيهتم فيها باتشي شو بتعددي لنا؟ المناسبات هن كتيرة، واهم شيء باتشي بهمه يعني لانه ببلش لك يعني كل واحد ببلش من حالي. انا وقت بكون في عندي مناسبه بهمني فتش وين الافضل وين الاحلى وشو بدي اعمل للعرسه او للمناسبه اللي هي بتكون بتخصني لالي. انا دائما باتشي بيدرس كل الاحتفالات، كل المناسبات اللي هي منها اول شيء بنبلش بالاعراس. والحلو كتير انه بتجي العروس قلنا انه انا هلا بدي كان عرستي عندكم وهلا بدي اعمل الولاده. من هون باتشي بهمه كثير انه الاستمراريه، لما بلاقي العروس عملت عرسها وممنونه وكل شيء وجايه على الولاده كمان تعمل الولاده، وفي منهم بكفهم يعني نحن مشوار طويل باتشي مع كل الكليون تبعنا. عندنا البريمير كومينيون، عندنا الباتام وغيرها، بقى لكل عندنا فريق كامل لكل مناسبة أو لكل إيفينمون بتفكر فيه أي شخص هو دارسين كل المناسبات وبيقدموا الأفضل وحافظوا على استمراريتهم من يعني اللي بيجذب دائما كل الكليون لباتشي هو ذوق، هو التنوع، هو ما في مناسبة إلا ما إلها شيء جديد عندكم ومش موجود قبل، ممكن الأفكار تكون جديدة كمان بالتواصل بينكم وبين الزبون، يعني بيقدر يقعد الزبون معكم ويحصل على شيء مش موجود قبل مش عامله حدا تاني. هلا اكيد يعني دائما الزبون بحب يفكر بكل شيء جديد. نعم. وفي اشخاص بيوصلوا لعنا انه بيقولوا انه نحن بنحب نشوف شو في عندكم اشياء جديده، بشوفوا شو في عندنا نحن بالصاله. نعم. وشو التام اللي هن عاملينه بحبوا يشوفوا يقدموا شيء جديد. من الاشياء الجديده وهلا المطلوبه كثير بين الاشخاص اللي بيعملوا عرسهم بيقولوا لنا انه نحن عم ناخذ هالسوفينير وعاملين طاوله الضيافه وعاملين كل شيء، بدنا شيء جديد حتى تجددوا لنا اياه وحتى عملوا لنا اياه. هلا لنجدد لهم لنعطيهم اشياء جديده عندنا علبه الضيافه اللي هي اللي بتصر عليها العروس انه كل كليان يظهر ومعه كل الضيافه، لانه بالاجمل بيكون الشخص على الطاوله موجود ما في عنده ممكن يستحني يمكن انجا حبه لانه ما بده يجوي الميك اب او ما بده يحطها بالجزدان او شيء، انجا ياخذ حبه. بينما العروس بتصر انه وقت تكون بعرسها تاخذ هالعلبه اللي بتجمع فيها كل الضيافه اللي هي موجوده بباتشي. هلا هيدي العلبه بتكون باللون اللي بدنا اياه. نعم. بالريبون اللي بدنا اياه اللي يعني بتكون بتكملي مثل علبه السوفينير باللون اللي بدنا اياه، لانه هيدي صناعتنا. نعم. علبه السوفينير صناعتنا وحتى هيدي العلبه هي صناعتنا. بيكون فيها الحبه المزينه، المرسبين، الدغاجي، النوقه والملبن، يعني كل هالضيافه مجتمعه بعلبه واحده. نعم. حتى وقت بدها تاخذ علبه السوفينير بتكون بنفس اللون بنفس الريبون ماشي مع بكل هيدا. يعني العلبه هي كثير مميزه وبالفعل فكره كثير، لانه انا بعرف من حالي ومن كل العالم انه بياخذوا شغله واحده، هيك كل الضيافه صارت موجوده عند كل حدا، ممكن تنحفظ لانه اذا بده ياكلوها بعدين مش بنفس اليوم بكون كثير حلو. اكيد. هلا انا كمان لفتني قبل ما نكمل الافكار الجديده اللي كثير حلوه اللي عندك اياها قدامك، انه البونبونيير اللي عندك للاعراس بين لومبرجير وبين الشيء للضيافه الملبس. نعم. او شيء يعني روعه مع الليموج اللي هيدي الليموج. نعم. مزبوط. هلا كمان رجع الليموج ينطلب. لومبرجي يعني هلا اليوم حاطين التام كله دوري لهالسبب هالتشكيله، يعني حتى تلاحظ انه لاحظ في بورسلان، في منقزاز، في لومبرجي، يعني كل الافكار باتشي بيتعب جهده انه يكون السوفينير تبعه ما ينكب،
يعني دائما ينعاز دائما نعم. كله يوسفل من من ال نعم. هلا من الافكار اللي كمان فينا نحطها إيه بالاعراس اللي هن هلا حكينا على الضياف اللي بتروح مع السوفينير نعم. في عندنا كمان اشخاص بيجوا لعنا بيقولوا لنا نحن تبع عرسنا حابين نحط شيء بالعشاء على الصحن. في هيدي الفكره عملناها من فتره ثاقبت هلا موف وسيلفر ميرور لانه كان التام تبع العروس سيلفر وميرور نعم. هيدي انحطت على مع كارت ريميرسيمون نعم. على الصحن اللي هي اثنين دو بياس دو شوكولا، وحده بلين ميلك دارك، وحده بلين ميلك بلين ميلك و بلين دارك بلين ميلك بطلنا نعم. وهيدي الحبه بتكون موجوده بمثل كانه ريميرسيمون. هلا بيتغير الالوان لانه تصنيعنا بيتغير كل شيء وبتكون على الصحن. حتى فعلا حتى في هالافكار في ناس بدهم يحطوا ميرسي كمان لل بعرسهم على الصحن كمان بالعرس بيكون هون كمان كاتبين كلمه الثانك يو والاشخاص. وهيدي ورده درجه، هيدي الوردة كلها درجة بتكون موجودة على الصحن بترافق الكلمة اللي بده يحطها أي كلمة بحطها العروس والعريس. هلأ في عنا كمان هيدا نشغل عرس كتير حلو، ما ننفرجي أنه مش بس عنا التابلت دو شوكولا اللي فيها نعم. حبتين شوكولا من جوا أو الكاريل الصغير أو الكاريل الأكبر نعم. أو حيلا شي صغير. هيدا العرس نشغل نحن نفرجي الوردة أنه بتنشغل يدويا، وهيدا الحبة الشوكولا الورد اللي عليها نشغل وحده وحده بالايد هاند ميد، انشغلت ونحطت بطريقه حلوه بالصحن، كانت وحده بالضيافه، كانت وحده مزين العرس، يعني ما بقى بحاجه تتشوف ورود قد ما بتغطي على الورود الموجودين بالعرس. كلها وهالشغله هيدي كلها وحده وحده بتنشغل يدويا، نحن صناعه الورد بينشغل يدويا عنا. شو حلو بقى هون كمان العروس بنفس الوقت حبت تحط اللوجو تبعولها، حطينا لها اللوجو تبعولها نعم. كان كمان جاي مع الحبوب الشوكولا وكانت نفس البرنت تبع الورقه هيديك كانت موجوده نعم. بقى شوف قد ايه دقيقين بالشوكولا وغيره. كمان في هيدي الفكره، في اشخاص بحبوا يحطوا سلوغان اللي بدهم اياه الكلمات هيدي حب هي تابلت دو شوكولا اوكي ايه. هلا بتختلف قياساتها، في بعد اكبر اذا بتحب وفي اصغر واصغر اصغر، هيدي الميديوم ميديوم واصغر واصغر. بحبوا يحطوا السلوغان اللي بدهم اياه، بتغير الالوان، نحن بنشتغل عليها هي الستيكرز حتى على الشوكولا الصغير. بتغني عن البونير اكيد. هلا فينا كمان نجي من الشوكولا في هيدي لفرجيك كيف، لانه نحن صناعتنا هيدي الريبان هي مخمل من فلور نعم. حتى كمان اشتغلنا بالورد، إذا ملاحظ ورقة ورقة البيتال تبع كل وردة هي كمان من الفلور من المخمل وهاند ميد وهاند ميد وحدة وحدة. إذا بتشوف بالمصنع كيف بيشتغلون، كم شخص بيبقى عم بيشتغل بالوردة ومن كم شخص تنتقل لتصير حبة الشوكولا موجودة. يعني اللي بدي وصله إنه نحن شغل صناعتنا يدوية، من منلبي طلبات كل الزبون شو بده أي نوع عم بينشغل على الوردة على الربان على الورقة على حبة الشوكولا، قياس الشوكولا بيكون موجود. هيدا بدون ما ننسى كمان طعمة، يعني طعمة الشوكولا اللي هي باتشي معروفة فيه يعني عالمية. أهم شيء النوعية والموجودة. هلا في هيدي البونبونيير، في أشخاص بيقولوا لنا كمان بدنا شيء رومارسيمون. في هلا كثير أشخاص بيقولوا لنا إنه بدنا نعمل مثلا عشاء او غدا. كثير هلا النسوان قايلين لنا انه مثلا هل حبه الشوكولا كمان تنعاز بالغدا والعشاء، وهي البونبونيير حبه الشوكولا بتكون موجوده جوا مع الدرجه مثل السوفينير لكل شخص اجى لعندها غدا او عشاء. الكفر كمان نعم، يعني اللي بدي وصله انه مناسبات باتشي بالافراح موجوده، بالغدوات والعشوات الاشخاص اللي عم بيطلبوها هلا كمان باتشي موجود بالكادو. بتتابعوا الزبون؟ بتحكوا بتشوفوا وين صار، تزوج، صار عنده اولاد؟ هن بيجوا وحدهم، نحن بنتابعهم ايه. بس معكم فايل لكل زبون عندكم؟ اكيد الفايلات دائما بتكون موجوده، ودائما بيكون من الاعراس للولادات، حتى في بريمير كومينيون وعمادات، حتى في شغله صغيره للولاد في سيكسيون للباتشينو بالانيفرسير تبع كل ولد
بيكون في عنا باتشينو موجود يعني بيكون كادو دو روتور. يعني تخيل للولاد حتى واصلين في عنا مثلا مثل كاميون للولاد بنحط فيه كميه كبيره من الشوكولا، هي كانت للصبيان بيستعملها بيلعب فيها بعدين، وحتى للبنت جزدان بقلبها كميه شوكولا بتنعز بتظهر فيه جزدان. طب هالافكار كلها مين بيطلع فيها؟ في فريق عمل؟ عنا فريق عمل كثير كبير بيشتغل لكل هالمناسبات اللي عم نقولها. يعني وقت بيكون في عنا مناسبات يمكن بيشتغلوا 24 على 24 دائما هن جاهزين تينزلوا كل شيء اجمل واحلى واكثر. وانت ما فينا نقول لكم اذا بتشتغلوا اكثر بالصيف او بالشتاء، لانه بكل السيزونز عندكم عنا مناسبات، المناسبات اللي خاصه بهالسيزون. رح احكي عن كل الطاوله طبعا اللي هون لانه شيء رائع عم نشوفه قدامنا، ونشكر كريستين كمان اللي جهزت كريستين الطاوله بشكل سريع جدا. انا استغربت شفت الطاوله فاضي بعد 10 دقائق شفت اللي شفته قدامي. بس رح منشوف كله، بس ما نحكي قبل هالصناعه اليدويه وهالشوكولا الطيب وهالشكل الحلو اللي مش موجود بغير اماكن، ما بيخوف شوي زبون من السعر؟ يعني بدنا نقول له للزبون انه نحن صحيح بنقدم الافضل والاجمل والاحسن ودائما ننتبه على النوعيه وعلى الجوده، فينا بنفس الوقت بنحرص انه نكون موجودين بكثير من المناسبات. لهالسبب نحن باتشي دائما بدرس جميع الاسعار بترضي كل الميزانيات. يعني باتشي في يكون بكل بيت، يعني هذا انا المقصد، يعني مش بس الاشخاص الميسورين، يعني الاشخاص اللي عندهم بادجت محدود كمان في يجي يعمل شيء حلو بالبادجت اللي عنده اياه عن باتشي بي شو ما كانت المناسبه. فعلا هيدا هو نقدر نوصله. وبالنهايه مثل ما تفضلت حضرتك وقلت انه نحن في عنا كثير مناسبات بهمنا الاستمراريه، نحن صدقني بنشتغل مع الكليون تبع باتشي من وقت ما يتجوز ومنرافقه لحتى، يعني في عنا كثير مناسبات حتى الفدي بروف بتلاقيهم جايين تياخذوا لاولادهم على الفدي بروف فالنتان، يعني عنا كثير مناسبات بنقدر نتواصل نحن وياهم بنضلنا نحن وياهم. مدام اولجا كمان الفاز اللي هونيك موجود اللي هو فيكون بعرس فيكون بولاده فيكون ببيرثدي فعلا مارسيبان. هلا هيدا مارسيبان هيدا شكل وردي للاعراس، حتى كمان بيقدر يكون كوكيز. في كثير اشخاص بيطلبوا انه تكون ستيكس على الفاز، يا اما بيكون كمان موجود بقلب البلاتو بنقدر نحطه مع زينه الورده كمان بينطلب دائما. هلا في كثير قصص تقدر تحطها مجموعه غير عن الشوكولا الضيافه اللي هي مارزيبان، الكوكيز، الدراجي، في قصص بنشتغل عليها العراميش بنحط عليها نفس الديكور تبع الورده، النوجا والملبن، في كثير من الضيافه الباتشي كله شغلكم، يعني الملبس شغلكم، المارزيبان شغلكم، وحتى يدوي المارزيبان بينعمل ما هيك؟ هو عجينه اللوز، نعم، احنا عندنا مختبر بيفحص كل شيء قبل ما يفوت ينشغل، كان شوكولا او اي شيء كان نحن بننشغل عليه، بينشغل بين بينفحص وبيرجع بفوت على التصنيع، كان من الشوكولا او المارزيبان او العراميش او غيره. اكيد نحن ما بنقدم شيء لما يكون تصنيعنا لاي سبب، لانه باي دقه بيشتغلوا بالمصنع بهمهم كثير يوصلوا كل شيء طيب وجوده عاليه. اذا ما نحكي على الطاوله هون كلهم اللي شايفينهم قدامنا هن بونبونير، حتى الكادر اللي هونيك ممكن يكون بونبونير لعرس او لولاده. نعم. او كادو دو ريتور كمان لبيرثدي كمان. مزبوط. في عندك البونبونير اللي موج اللي هلا كمان مطلوبين من اشخاص بحبوا يرجعوا اللي موج لل عم نشوفه على الطاوله الوان الالوان هونيك هن لون الزهر. هلا في اذا بتلاحظ تشكيله كبيره من السوفينير، يعني عندك الكريستال، عندك البورسلين، عندك الفضه، كل الشمع في اشياء هي براند معين روزانتال او غيره، في اشخاص بحبوا يخلوا العلبه وفي اشخاص بحبوا ياخذوا علبتنا. يعني كمان في دراسه على العلب، في عندك كذا علبه البي في سي مفتوحه، عندك علبه الكرتون، في كتير علب هلا جديده يعني نازله. داون تاون باتشي بنعرف قديش شامل، انا عندي كتير قصص بيتي من داون تاون، يعني قصص تنعرض ومرتبه بين ليموج وبين كمان عندكم كتير يعني براندات عالميه موجوده بباتشي ورائعه بتنحط بالبيوت وبتصير مع الوقت قيمتها اكبر واكبر. يعني فعلا الانسان ياخذها. الالوان هل بتعتمدوا في حدا بيقول هلا دارج هيك ولا كل واحد على ذوقه؟ لا اكيد عندك جروب معين بيتابع كل الالوان اللي درجة
القماشه بالموضه العالميه. نعم. شو بينزل كل سنه، حتى نوعيه القماش اللي بتنزل بدور الازياء بيتبعوها، يعني بيتبعوا الالوان، بيتبعوا القماش المستعمل بالفساتين الاعراس. في جروب صدقني لما بتوصلك هالشغله كثير هينه واصله حلوه، ولهالسبب تفضلت وقلت انه بكل المناسبات الكليان بيفكر بباتشي وقت بده يفكر بمناسباته. من هون هالفريق بيقدم المسؤوليه، بده دائما يقدم الافضل والاحلى. نعم، باتشي عالمي يعني، مش بس ما، ولكن بلبنان يعني كمان باتشي كبير فعلا، كبير وفايت على كل بيت، يعني مش معقول ولا بيت ما يكون كان باتشي مرة عنده. اذا بدي هالطاوله انا ببيتي بمناسبه معينه تتزين يعني وتنحط ببيتي لاستقبل العالم غير الضيافه بهالصوره الحلوه، كمان بيجي فريق عمل ممكن يزبط لي هالطاوله بالبيت؟ اكيد، هو في فريق عمل كبير دائما بيصير في وقت بيصير في ديسبلاي كامل بالبيت للعروس. نعم. بتبعها من الورد على الشوكولا لكل زينه كل طاولتها. نعم. يعني بيكون واصله الطاوله كامله وبتنسقوا مع كل، يكون رابور مع كل العرس كمان. اكيد يعني اكيد، حتى في كثير اشخاص ديزاينرز بتكون هي اخذه مع حدا شاغله كل عرسها وكل عشاها، بنشتغل نحن وياهم، بنقعد نحن وياهم شو مستعملين شو اخذين، بنظبط نحن وياهم شو بدهم يحطوا لحتى يطلع كله كامل متكامل مع بعضه. يعني انا الحكي ما بينشبع منه والمنظر ما بينشبع منه، انا بدي اقول لباتشي جود لك، مثل ما دائما بيض لنا وجهنا ونحن فخورين انه هو علامه لبنانيه كمان بمثل لبنان بالعالم كله. يعطيك الف عافيه مدام اولغا، طبعا حديثك حلو واللي خبرتينا عنه كثير حلو، بالتوفيق وان شاء الله مع افكار جديده دائما، نحن ناطرينكم بكل شيء جديد عندكم يا لباتشي عالم صباح، صديق باتشي كمان مثل ما دائما بنعرف. فعلا، وانا بشكر استقبالكم دائما الحلو ودائما هيك بتعطونا الكلمات الحلوه لباتشي دائما، ميرسي لاستقبالك. مدام اولغا الهندي مسؤوله العلاقات العامه بباتشي، ونحن بنتمنى التوفيق ودائما بنخبركم بكل شيء جديد بصير مع هالشركه العريقه. بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه، خليكم معنا.